وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذ أكرم، على ضوء محاولات التشكيك في الدور المصري المهم والذي وصفه عديد من المسؤولين في دول مختلفة بأنه مهم ومحوري في هذه الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، في رأيك ما السبب في هذه الشكوك التي تشكك في الدور المصري في الفترة الأخيرة، خصوصا ما ذكره موقع CNN الأمريكي؟ موقع CNN ليست المرة الأولى الذي يقع في أخطاء فنية فادحة لأهداف أنا أراها أنه ربما تكون نوع من الطوافق أو عملية مدفوعة يقوم بها الموقع لإفشال أو لإفساد صورة الدور المصري الذي هو الأقوى والأهم والأقدر على إدارة أي عمليات هدنة ووقف هذه الحرب. هناك مسعى أعتقد أن CNN يخدم نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المتطرف الذي يرى الآن أو يحاول الآن تعليق أسباب استمرار هذه الحرب بلا هدف وبلا أفق على عناصر خارجية، ولا يريد الاعتراف أنه أضاع الفرصة التي قدمتها له مصر وقدمتها لكل الأطراف لوقف هذه الحرب العدوانية. فضائح إسرائيل العالمية أمام العالم أصبحت واضحة، أمام محكمة العدل الدولية، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية، كل هذه الأطراف. وبالتالي سبق قبل ذلك ان نتنياهو حاول القاء يعني تهمه اغلاق المعابر ومنع وتجويع الفلسطينيين على اطراف اخرى، واتضح بالقبينه والقرائن والاقمار الصناعيه وغيره وتورط اسرائيل في عمليات الاباده امام محكمه العدل الدولي. CNN سبق قبل ذلك ان نشرت تقارير مغلوطه ايضا. الواقع انه لا يوجد طرف في هذه المنطقه كلها وفي هذه الحرب يستطيع القيام بدور وساطه شريفه غير مصر، لانه بالرغم من ان مصر لا تقبل انحيازها للقضيه الفلسطينيه والحقوق الفلسطينيه، لكنها تضع خطوط حمراء واضحه امام محاولات التصفيه، محاولات التهجير، امام الحصار، امام محكمه العدل الدوليه انضمت الى جنوب افريقيا بعد ان رأت أن نتنياهو يقود المنطقة إلى حرب. مصر يمكن كما أشار الأستاذ ضياء قسوان رئيس هيئة عن المستعلمات أنه قادر على الحرب وقادر على السلام، مع ذلك دائما تفضل السلام وتسعى إليه بكل الطرق، وهي التي قدمت المبادرات المختلفة على مدى السنوات الماضية في خمس حروب أخيرة وقبلها منذ عام 48. مصر هي القادرة على إقامة السلام بشكل حقيقي. نعم. وبالرغم من انحيازها للقضية الفلسطينية إلا أنها وسيط شريف. نعم. المزاعم CNN مزاعم تغيير صياغات مصر كبيرة جدا، مصر قادرة على أنها تدير ده، لا يمكن يعني، هذا أمر يبدو مثيرا للسخرية ومضحك. طيب أستاذ منطقي. نعم أستاذ أكرم، كيف تقرأ أيضا أهمية هذا الرد من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على هذا المقال لموقع CNN الأمريكي، خصوصا أن البعض يتعاطى مع ما يذكره المواقع والإعلام الدولي كأنه حقائق مصدق بها لا تقبل الخطأ أو لي الحقيقة؟ هؤلاء البعض الذين تشير إليهم هم تنظيم الإخوان، وتنظيم الإخوان أصبح ينطق باسم إسرائيل الآن، واضح جدا التحالف بين ما يردده، لأنه أولا التهجير والتصفية كانت مطلبا إسرائيليا، أعضاء الإخوان أو نشطائها في الخارج أو قنواتها المتوفرة في الخارج والتي تتناول من إسرائيل وتتناول من بعض الأطراف الحقوقية أو من تدعو مناها حقوقية، هذه تردد نفس المزاعم الإسرائيلية، إذن المصلحة هناك واضحة. وبالتالي فلا يوجد بعض هنا، يوجد أطراف معادية، لأنه الحقيقة إن الدور المصري دور محير بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة وخير. وسبق الولايات المتحدة أشادت، لكن في أطراف طبعا داخل الولايات المتحدة ما زالت تدعم العدوان، تدعم نتنياهو، تدعم قمة المتطرفة حتى لو كان داخل الإدارة. أحيانا هناك خطاب مزدوج وازدواجية واضحة جدا وفيتوهات قائمة ضد الدولة الفلسطينية وضد قرارات وقف الحرب وخير. هذه الأطراف أطراف متداخلة، منها أطراف الإعلام الحقيقة تنحاز وتهاجم مصر على مدى السنوات الماضية بشكل كبير وما تزال، وتخترق التقارير والأرقام المغسولة والأخبار المغسولة وغيرها.
وبالتالي فالحقيقة انه لا احد عاقل او يتابع او محلل حقيقي او شخص لديه مصداقية يثق في مثل هذه التقارير التي لا يتجرؤ كما اشار بها رشوان رئيس هيئة التعليمات، لا تجرؤ CNN على نسبتها الى مصادر اسرائيلية او امريكية واضحة، ويتبدو نوع من التسريبات والتلاعب الاستخباري الخائب في الحقيقة الذي يصعب على اي طفل ان يصدقه. هذه هي القضية الرئيسية في الواقع. يعني اعتقد انه اطراف العالمية كلها، يعني حتى الولايات المتحدة نفسها لا تستطيع ان تنطق، والواقع انه الولايات المتحدة الاشادات وغيره يجب ان تصدر الولايات المتحدة هذا الامر، وصدرت الحقيقة ردود من قطر، وزارة الخارجية في قطر اعلنت انها ايضا سبق ان اتهم قطر بانها مسؤولة. الحقيقة ان نتنياهو هو المسؤول الاول عن هذه الكوارث، عن هذه الحرب، ابادة المدنيين هناك امام محكمة العدل الدولية، سياق يدعم ادانة اسرائيل بالابادة، بالتصفية العرقية، بالعنصرية. كل هذه الخطوات مهمة جدا لإدارة إسرائيل، وبالتالي هو يحاول تعليقها على شماعات أخرى غير شماعة الاحتلال. وهناك انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية واضح، بين وزير الدفاع النهاردة أصبح هناك من يفكرون في القفز من المركب الغارق. أستاذ أكرم، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أشار أو رد على هذا المغلوط وعلى هذا المقال المغلوط وما جاء فيه، إلى أي مدى كان هذا الرد المصري كافيا ومفصلا لكل نقطة وادعاء كما ذكره ضياء رشوان؟ الواقع هذه ليست المرة الأولى التي ترد هذه الاستعلامات، والحقيقة أنها لا ترد بكلام إنشائي، ولكنها ترد بوقائع وبقوة وبقدرة وبينات. وبالتالي فما رد به ضياء رشوان، أولا ضرب أمثلة، قدم المجهود الجهود المصرية المختلفة. الهدنة الأولى والأخيرة اللي عقدت في هذه الحرب عقدتها عقدت باقتراحات مصرية وبإدارة مصرية. ضياء رشوان أيضا أوضح بشكل واضح أن مصر تفضل السلام لكنها قادرة على الحرب، وأن قواتها وردعها أكبر من أي أطراف أخرى قد ترى إسرائيل أنها تستطيع التعامل مع إسرائيل. تعرف مصر جيدا، تعرف قوة مصر جيدا. وبالمناسبة ضياء رشوان أيضا رئيس هيئة الاستعلامات أشار إلى أن مساعي مصر وتحركاتها تمت بمطالب إسرائيلية وأمريكية، وبالتالي فهنا نحن أمام أطراف مزدوجة، أطراف مختلة، أطراف تعاني من الارتباك. يمكن أن يكون لديها أفكار مختلفة أخرى في هذا السياق، ولكن أعتقد أنه الرد المصري كافي. ومصر أرسلت بالمناسبة إلى CNN التي نشرت أجزاء من الرد المصري، ولكن ما تزال CNN مشبوهة، ما تزال تقوم بدور مجهول حقيقة، هي وأطراف أخرى كما أشرنا، هؤلاء البعض الذين يتبعون إسرائيل. نحن نعلم أن هناك أطراف مختلفة استخبارية وغيره لا تريد للدور المصري أن يتم، أو ربما تكره الدور المصري لأنها دور حقيقي ودور فاعل ودور احترافي ودور لا يمكن الاستغناء عنه، لا يوجد طرف. نعم أستاذ أكرم، إدارة هذه نعم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أشار إلى أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة إذا ما استمرت محاولات التشكيك في أدوارها، إلى أي مدى سيستقبل الجانبين الإسرائيلي والأمريكي هذا التحذير المصري؟ أعتقد أن هو الطرفين يدركوا بشكل واضح خطورة أنه مصر تهدد بهذا الأمر، يعني معنى أن صبرها نفد، معنى أنها لديها طول الوقت بدائل وسيناريوهات وتحركات محترفة جدا وقوية، وبالتالي اعتقد انهم سيعيدوا التفكير في هذا الامر. بالاضافه الى انه الواقع في هذه الامر انه لم تتوقف المساعي الاسرائيليه والامريكيه عن طلب تدخل مصر لتفتح الطرف الاقدر على اداره هذا الامر، واعتقد انه ربما تحصل مراجعه. وما ينشر بالمناسبه في العالم من صحف اسرائيل وغيره يشير الى هذا الامر، ويشير الى انه هناك مطالب ما تزال من مصر، أما الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل واضح، وهذه معلومات معلنة في يد عود أحرينوت وفيها أرض وفي غيره، وهي صحف إسرائيلية تؤكد أنه هم بيطلبوا ما زال من مصر التدخل.
تمام، وهذا ما أشرت إليه اليوم بعض المواقع وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن مسؤولين إسرائيليين يسعون لاستمرار جهود الوساطة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بوساطة مصرية. على كل حال شكرا لك أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.